السلام عليكم، برحب بحضراتكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. والنهارده هتكلم عن ازاي نركب المحاليل. طبعا يعني في استخدام واسع جدا للمحاليل الطبيه، بنستخدمها في حالات الهبوط الحاد، بنستخدمها في حالات النزيف، بنستخدمها في التركيبات، الناس اللي عندها نزلات سواء نزله برد او نزله معويه او غيره، في استخدام واسع النطاق للمحاليل الطبيه. طبعا دي مهارة مهمة جدا جدا، وكنا بنقدر نركب المحاليل. ده بيساعد في انقاذ ارواح ناس كتيرة جدا، وفي احيان كتيرة بنحتاج نركب المحاليل في اماكن بعيدة عن المستشفيات وعن الطاقم الطبي، فهي مهارة كلنا هنستفيد منها ان شاء الله. طبعا المهارة دي مبنية على مهارات قبل كده، فعشان اركب محلول فانا محتاج اول حاجة المحلول، لازم المحلول ده يكون موجود بوصفة طبية، يعني لازم دكتور هو اللي قرر المحلول ده يتاخد، محدد لي نوع المحلول، محدد لي كمية المحلول، استخدم كل قد ايه، ترى يوميا ولا كل 12 ساعة ولا اكتر ولا اقل، ومحدد لي الكمية ترى 500 ملي ولا اكتر ولا اقل، كل حاجة متحددة بوصفة طبية. احنا هنا يا جماعة ما بنقولش ان اي حد يجيب اي محلول ويركبه، ده ممكن يعرض الاشخاص لمشاكل طبية مهولة جدا. كل هذه الاستخدامات بناء على وصفات طبية موثقة، تمام؟ اوكي. طيب عشان نركب طبعا محتاجين طبعا المحلول ده المحلول اللي احنا هنركبه، ايا كان بقى المحلول ده. اشهر محلول طبعا موجودة بنستخدمها باستمرار اللي هو محلول الجلوكوز 5% ومحلول الملح 9%، هنستخدم اي فيهم طبعا الدكتور المعالج هو اللي بيحدد اللي هنستخدمه. بعد كده ده الجزء الثاني اللي هو عبارة عن جهاز المحاليل، وطبعا هنركب في الوريد عن طريق الكانيولا. دي الكانيولا يا جماعة، وركبناها بالخطوات اللي موجودة في الفيديو السابق بتاع الكانيولا في التعامل مع الحاجات الطبية دي. هنحافظ على التعقيم من البداية خالص، ايديا مغسولة كويس جدا بالمية والصابون، وبعد كده بفتح بقى جهاز المحاليل. طبعا جهاز المحاليل ده هو اللي هيوصل لي طبعا المحلول بالكانيولا، تمام. طيب ده طبعا ده اجزاء جهاز المحلول اهيت. الجزء ده يا جماعه، الجزء ده اللي بيركب في الازازه بتاع المحلول اللي هو ده، تمام. له غطاء اهوت، بتخلص منه خلاص، غالبا ما بحتاجوش تاني الا في النهايه خالص، ربما احتاجه. الجزء ده بتاع التحكم في سرعه المحلول، نفتح نقفل، تمام. في طبعا الدكتور المعالج بيحدد، يقول لك استخدم المحلول ده ببطء او بسرعه، ده حسب الوصفه الطبيه اللي الدكتور حددها. وبعد كده الجزء ده طبعا اللي بيركب. في بعض الاحيان لما يبقى العرق بتاع الشخص عرق كبير وواضح، ممكن اركب بالابره بشكل مباشر زي ما اتعلمنا بالظبط في الحلقه بتاعه الحقن الوريدي، وبرده الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف، وهيبقى موجود برده على شاشه النهايه في الفيديو ده. بنركب بشكل مباشر بالظبط زي الحقن الوريدي وبنفس خطوات الحقن الوريدي اللي تعلمناها في الحلقات السابقه. طيب نبدا بقى نركب بقى الايه الجزء ده، تمام. طبعا التصميم بتاع جهاز المحلول بشكل عام ان هو بيخترق الجزء ده يا جماعه، يخترقه بشكل ايه مباشر، يعني بضغط جامد، يعني الجزء ده بيتركب بشكل ضغط، يعني تدخل بالسن هنا مباشره ضغط زي ما انا عملت كده، ضغط كده انا ركبت الجزء ده. طيب بعد كده انا هركب هنا في الكانيولا، اذا انا مش محتاج السن في حاجه، تمام. بعد كده في الاول خالص بفضل افتح كده لغايه ما اتخلص من الهواء اللي موجود في جهاز المحلول، اقفل بقى لغايه ما اركب، اقفل لغايه ما اركب. طيب نيجي بقى للكانيولا، هنركب الجزء ده في الكانيولا ازاي؟ ده مهم جدا، خلاص الخطوه دي مهمه جدا. انا وصلت هنا وبعد كده عملت كنترول هنا، وبعد كده هقرب بقى من الكانيولا علشان اركب جوه الكانيولا. طيب لو الكانيولا دي متركبه من فتره طويله، يعني مثلا ما اشتغلش فيها حقن ولا محلول مثلا من 12 ساعه او اكتر، يفضل ان انا اسلكها ازاي؟ بجيب سرنجه واسحب مثلا 5 مللي من المحلول، وبعد كده برفع الغطاء ده يا جماعه كده، وبعد كده بحقن ال 5 مللي، اسلك الكانيولا، تمام. اوكي سلكنا الكانيولا، الخطوه اللي بعد كده ايه؟ نشيل الغطاء الازرق ده، الغطاء الازرق ده يا جماعه بقى ضغط، تمام، ضغط، تمام، برفعه كده. وبعد كده الغطاء الابيض ده بفك الغطاء الابيض، بس عشان افك الغطاء الابيض ده يا جماعه لازم اضغط هنا، لان انا لو فكيت الغطاء الابيض ده الدم هينزل على طول. طبعا ببقى ايه ضغط فوق كده على العرق، انا قافل العرق يا جماعه من هنا بصباعي ده، قافل العرق، شلت بقى فكيت الغطاء اهوت، وبعد كده بحط الغطاء فوق
تمام، وبعد كده بركب المحلول اهوت، بتركب ضغط. تمام، خلي بالكوا الغطاء الابيض ده ما ينفعش يتحط في اي مكان، لازم يتحط هنا كده، لازم يتحط هنا كده، والخطا الغطاء الازرق بيبقى ايه بعيد زي ما احنا شايفين كده. اوكي كده موصلين صح. بعد كده نبدا نفتح المحلول، نفتح المحلول بعد كده بيبدا المحلول ايه يتحرك. تمام، ممكن ان انا يعني لو ما فيش عندي سرعه في المحلول، تمام، اضغط كده بيبدا بقى ايه زي ما احنا شايفين كده المحلول بيبدا ينزل، واتحكم بقى في السرعه اسرع او ابطأ. طيب لو انت ركبت كده زي ما احنا شايفين في المثال بتاعنا ده، ولقيت ان مفيش حركه خالص ما بينزلش، يبقى الكانيولا مقفوله. طيب اعمل ايه؟ طبعا في الحاله ديت بجيب سرنجه، هنا بسحب كميه من المحلول، مثلا نقول مثلا 4 مللي 5 مللي، تمام، احافظ على السن مكانه كده بقدر الامكان، شلت الهواء منها، اقفل بقى الكانيولا تماما، اقفلها يا جماعه تماما، لان انا عايز اسلك الكانيولا دلوقتي، اسلكها تمام. وبعد كده افتح بقى الغطاء الابيض ده، نركز بقى كويس هنا كده، وبعد كده اضغط بقى. تمام، بحقن اهوت، بحقن طبعا ده المحلول اهوت، اتحقن المحلول كده احنا شغلنا الايه الكانيولا. تمام، الخطوه اللي بعد كده رجع الغطا مكانه. تمام، وبعد كده ابدا افتح المحلول زي ما احنا شايفين. بص كده بدا المحلول يشتغل. طيب اشتغل ليه بعد ما كان مقفول؟ لان كان فينا تجمع دموي بسيط، وده شيء طبيعي جدا. بعد ما سلكت الكانيولا بدا يشتغل محلول زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ابدا اتحكم في السرعه، ممكن اسرع جامد كده او ممكن ابطا على حسب السرعه اللي بيحددها الدكتور المعالج. طيب بعد ما بيخلص المحلول بنقفل برضو المحلول، ونقفله بطريقه سهله وبسيطه. خلاص قفلت المحلول، تخيل كده المحلول خلص خلاص وادى دوره، شكرا كده تمام، اقفل خالص تماما. وبعد كده ابدا اشيل الجزء ده، برضو وانا بشيل يا جماعه اقفل جامد هنا، اقفل جامد ليه؟ لان لما بشيل الجزء ده ممكن ينزل على طول. شلت الجزء ده زي ما قلنا بيبقى ضغط ضغط، واشيل الغطاء الابيض ارجعه مكانه، اقفل كده، ده بيبقى بنبرمه كده، بنبرمه زي ما انا بعمل كده يا جماعه، ونرجع الجزء الازرق مكانه. وبكده يبقى خلصنا خطوات تركيب المحاليل. طبعا احنا استخدمنا حامل مؤقت، لان مش معقول هيبقى في بيوتنا الحامل المجهز اللي موجود في المستشفيات. اي حاجه ممكن تؤدي الغرض، تبقى الفكره ان مستواها هيبقى اعلى من مستوى العيان. اهم مضاعفات تركيب المحاليل هو ان الكانيولا تتهز من مكانها او تخرج بره الوريد، او تكون من الاول متركبه بشكل خاطئ، لان اللي مركبها ما بيراعيش الضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها. في الحاله ديت بتلاقي فيه تورم هنا جنب الكانيولا. برضو من مضاعفات المحلول ان ممكن مع استخدام المحلول المتكرر يحصل التهابات في المكان ده، بنستخدم بعض المضادات الحيويه وبعض المسكنات الخفيفه. اتمنى تكون الصوره واضحه لحضراتكم، بشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.